من السلوكيات الخاطئة الغش في اللحوم المقدمة بالمطاعم والغش في بيع الأونلاين. لا يجوز الغش في ذلك أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فهو عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر، ولذلك يجب أن نبتعد عنها. الصدق منجاه والمؤمن لا يكذب. اللهم جئتك بذنوب كثيرة، فاغفر ذنبي ونور قلبي، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اغسلني من خطاياي ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آمين.